والمنهجية والأخلاقية على الأمة الإسلامية وأثرت في مسيرتها نحو التقدم والخير والسلام. وأصبح المسلمون غثاء كغثاء الجيل يكتنفهم الضعف والذل ويسودهم الخلاف والشقاق وتلعب بهم جرذمة قليلة من أعدائهم فتقتطع من قلب العالم الإسلامي أرضا من أقدس الأماكن لتنشأ فيها دولة إخوان القردة والخنازير عليهم لعان الله المتتابعة إلى يوم القيامة.